أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الخاصة بتوقعات أحوال الطقس في المغرب. ابتداء من يوم غد إن شاء الله الاثنين 14 من هذا الشهر والأيام المقبلة. فقبل البدء إخوة الأعزاء، فإذا كنت تشاهدون لأول مرة فلا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة وشكرا لكم. والآن سوف ننتقل إلى التفاصيل، ويتوقع بإذن الله أن تكون الأجواء مستقرة إلى قليلة السحب، وكذلك مع احتمالية انخفاض طفيف في درجات الحرارة بالنسبة كذلك ليوم الاثنين. كما تشاهدون قد تصل 39 بمراكش وزغرور في 41، عموما انخفاض طفيف في درجة الحرارة مع احتمال هبوب الرياح نسبيا قوي، انخفاض تدريجي بحول الله. بالنسبة لتوقعات الأمطار والعواصف الرعدية القوية والعواصف المدارية، فيحتمل تكون نشر رعدية دوما بعد الزوال. وبالنسبة ليوم الخميس، يحتمل دخول عاصفة مدارية قوية على الأقاليم الجنوبية المملكة على أوسرد والداخلة والقويرة. بالنسبة للأيام المقبلة كذلك تكونات رعدية محتملة على المرتفعات وكذلك الأقاليم الجنوبية للمملكة، تساقطات مطرية معتبرة رعدية محليا سوف تؤدي إلى عواصف قوية جدا قد تكون ذات طابع عاصفي. إلى اللقاء.